لا يصح أن يمضي الإنسان في يومه وليلته من غير أن يتعلم علما، آية وتفسيرها، أو حديثا ومعناه، أو حكما يتعلمه ويتدارسه. بل الأصل أن يذهب الإنسان إلى مجالس أهل العلم في يومه أو ليلته، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أراد الرفعة عند الله عز وجل فبالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل فضل العالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم كفضل على أدناكم. فرق بين إنسان يصلي ولا يعرف كيف يصلي، لا أداها كما أداها النبي، وإذا أخطأ ما يعرف كيف يتصرف، يحج ولا يعرف الأحكام، ربما يبيع ويشتري فيقع في الحرام، بل ربما حتى في علاقاته الاجتماعية خاط الحال بالحرام. ليش؟ ما تعلم العلم. مجالس العلم وأهل العلم من أعظم المجالس في الأرض، بل إن الملائكة تحفها والسكينة تنزل عليها والرحمة تغشاها، ويذكرهم الله عز وجل أهل العلم الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يذكرهم الله في من عنده. والطريق إلى العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. تخيل لو خرجت من بيتك تبحث عن مجالس أهل العلم والعلماء لتثني الركب عندهم، فإن الملائكة تخفف أجنحتها، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هل تظن أن الجاهل والعالم يستوون عند الله عز وجل؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عليك بالعلم في يومك وليلتك، اقتني الكتب، اسمع الأشرطة، ادخل إلى المواقع وبعض المحاضرات الإلكترونية، اجلس عند الشيوخ والعلماء، اجعل في يومك وليلتك برنامج لطلب العلم. كلما ازددت في العلم كلما خشيت الله عز وجل أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة العلماء فهو أخشى الناس لربه جل وعلا.